معانا على التليفون الاستاذ شريف فؤاد، طبعا المتحدث الرسمي للنادي الاهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا هاني، تحياتي ليك ولسهام ولضيفك الكريم الكابتن احمد ابو مسلم ولكل فريق البيت الكبير وقناه النادي الاهلي. اهلا بيك، منورنا في البيت الكبير وبيتك. كان في اعتقد النهارده كان في اجتماع مجلس اداره للنادي الاهلي، عايزين نعرف من حضرتك اهم القرارات او الخطوات اللي خدها المجلس من خلال اجتماعه النهارده. اجتماع مجلس الإدارة اليوم الحقيقة كان اجتماع مهم، التأم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة منذ عودته كرئيسا لبعثة النادي من المغرب في مباراته أمام الوداد اللي بتتكلموا عنها الحقيقة، ونجح الفريق الأول لكرة القدم في الفوز بها 2-0، وبقي شوط تاني هنا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. كل أمنيات الطيبة لفريقنا بتحقيق الفوز والصعود إلى النهائي بإذن الله. الحقيقة إنه هذا المجلس كالمعتاد بيبدأ دايما بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 1/10، الجلسة المنعقدة في 1/10/2020، وأيضا التصديق على محضر المكتب التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10، بالإضافة إلى أنه تم عرض المقترح أو جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها 27 و28 نوفمبر المقبل، وتم تكليف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة النشط الحقيقة بإعداد المقترحات وإعداد الكتيب والإعداد اللوجستي لهذه الجمعية، نظرا لخبرته اللي بيتمتع بيها، لأنه أيضا هو اللي رأس اللجنة المسؤولة عن الجمعية والإعداد ليها العام الماضي، طبعا مع المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية اللي بتقوم بجهد كبير جدا وبتقدم صورة حضارية دايما في اجتماع الجمعية العمومية. الحقيقة أنه يوم 31/10 بإذن الله طبقا للائحة النادي الأهلي ستعلن البنود وجدول الأعمال الخاص بهذه الجمعية ليتمكن أعضاء النادي الأهلي وجمعيات العمومية من المناقشة يوم 27 و28 نوفمبر بإذن الله. أيضا وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج وعضوية المدير التنفيذي العميد محمد مرجان والمستشار الهندسي لمجلس الإدارة المهندس سامح علي كامل لمتابعة إنشاء الجراج في مدينة نصر، وده لنا ليه وقفة لو أذنتوا لي هرجع لها مرة تانية، لكن خلوني أقول القرار التاني المتعلق بموافقة مجلس الإدارة في موقف لافت الحقيقة على ترشيح حنان الزيني، هذه الفتاة المصرية الأهلوية اللي بتتولى مسؤولية اللوائح والتراخيص او متابعه اللوائح والتراخيص في النادي الاهلي، ترشيحها لنيل الحقيقه اول دبلومه في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكره القدم، وده بالتعاون بين المحكمه الرياضيه والفيفا، هتتم طبعا اونلاين وربما يكون في جزء منه سفر لسويسرا في حال انقشعت جائحه كورونا. دي كانت ابرز القرارات، لكن الموضوع والشغل الشاغل بقى للمجلس اللي هيشتغل فيه ما يزيد عن 6 ساعات، لك أن تتخيل هاني سهام أنه المجلس بدأ في تمام الساعة 5 انتهى 11:15 تقريبا، يعني أكثر من 6 ساعات اجتماع. كان إيه الموضوع؟ الحقيقة أنه حضر جانب كبير من هذا الاجتماع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ليعرض آخر الإنجازات فيما يتعلق بالإنشاءات والجدول الزمني لافتتاح هذه الإنشاءات، لأنه الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يعني في اليوم اللي وصل فيه من المغرب تاني يوم كان في جولة مهمة تفقد فيها الإنشاءات. لو خدناهم بترتيب الحقيقة الزيارة، فهو بدأ بزيارة الشيخ زايد بالأمس مع الأستاذ خالد درندري أمين الصندوق والمهندس محمد سراج والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان وأيضا المستشار الهندسي. الشيخ زايد بيشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة بتتمثل الحقيقة بعد ما تم فتح مجمع البنوك وتقديم خدمة عظيمة لأعضاء النادي في الشيخ زايد. العمل جاري زي ما حضرتك تعلم لإنشاء شهر عقاري، إنشاء المبنى الاجتماعي اللي أوشك العمل فيه أيضا على الانتهاء، إنشاء ملعبين لكرة القدم خاصين بالأكاديمية، مش كده وبس، أيضا في 8 ملاعب سكواش وصالة جمباز بالإضافة إلى دورين بيقولوا عليهم 6 بوصات أو 6 ملاعب للكاراتيه. ففي طفرة إنشائية الحقيقة في مدينة في فرع الشيخ زايد للنادي الأهلي، وهناك جدول زمني للانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن طبقا لوعد مجلس الإدارة وفي إطار برنامج عائلة الأهلي.
بعد كده توجه الكابتن محمود الخطيب الحقيقة والسادة أعضاء المجلس والمسؤولين إلى أهلي مدينة نصر، وأهلي مدينة نصر كان عنده حظ في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت أنه يعني كان ليه نصيب الأسد من عملية الإنشاءات والتطوير اللي بدأت زي ما أنتوا تابعتوا معانا بالمنطقة الترفيهية وإنشاء حمامات السباحة فيها وتطويرها تطوير كامل جد كبير، بالإضافة إلى المنطقة الفود كورت الجديدة اللي أقيمت على أعلى وأرقى مستوى عالمي الحقيقة في مكان ملاعب التنس القديمة بعد أن تم إنشاء 9 ملاعب تنس جديدة في منطقة أخرى في أرض النادي بمدينة نصر. بالإضافة أيضا أنه الحقيقة الكابتن محمود الخطيب حرص على نقل ملاعب كرة القدم الموجودة إلى مكان آخر لتجهيز أرض يصل مقدارها إلى 33 ألف متر مربع لإنشاء جراج سطحي يسع لألف سيارة. الحقيقة الموضوع ده في غاية الأهمية كابتن هاني أستاذ سهام، لأنه مش بس في إطار حرص مجلس الإدارة على تلبية رغبات الأعضاء وتوفير الراحة ليهم وتوفير أماكن لانتظار سياراتهم، لا ده بيتماهى وبيتناغم الحقيقة مع توجه الدولة في إطار تطوير منطقة شرق القاهرة، خصوصا أن مدينة نصر ومصر الجديدة بتشهد عمل دؤوب في كل محاورها وفي كل شوارعها، وبالتالي الشوارع المحيطة بالنادي الأهلي خاصة في طريق النصر وشارع حسن المأمون اللي الحقيقة حصل فيه نقلة ونهضة حضارية. النادي الأهلي أيضا تماهى وتناغم مع هذا الأمر وهو ينشئ الآن أسوار بطول نادي النصر وشارع حسن المأمون، بالإضافة لإنشاء هذا الجراج اللي مقرر أنه ينتهي العمل فيه بعد 6 أشهر، وهناك محاولات للضغط الحقيقة مع الشركة الوطنية المنفذة أنها تنتهي قبل هذا التاريخ. النادي أيضا الكابتن محمود الخطيب الحقيقة بتحرك بنفسه مع الإدارة التنفيذية، وقدروا في إطار يعني الحرص على خدمة الأعضاء في الحصول على كل الموافقات من الجهات المعنية والتراخيص اللازمة، في إطار أيضا يعني احترام للقانون وعلاقة طيبة مع كل مؤسسات الدولة. فالحقيقة إنه مدينة نصر بتشهد عمل كبير، وزي ما قلت لحضرتك انه بيرأس اللجنه اللي هتتابع انشاء هذا الجراج المهندس محمد سراج، وعنده خبره كبيره في هذا المجال كعضو مجلس اداره واعد وبارز، ومعاه العميد محمد مرجان كمدير تنفيذي والمستشار الهندسي ايضا المهندس سامح علي كامل. اخر الحقيقه الزيارات او التفقد او العرض الخاص بهذه الطفره الانشائيه كان في الجزيره، المقر التاريخي للنادي الأهلي اللي بيشهد إنشاء الحقيقة بوابة على شارع صالح سليم المعروف سابقا بالجبلاية أمام المرسى. البوابة الحقيقة في يعني غضون أسابيع سيتم افتتاحها بشكل راقي في إطار البراند أو توحيد الأسوار وبوابات النادي الأهلي بشكل إلكتروني، أخذا أيضا بأسباب التقدم وبما يليق بأعضاء النادي الأهلي، لأنه مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة كابتن هاني برئاسة الكابتن محمود الخطيب واضع نصب عينيه من أول يوم تولى فيها المسؤولية في ديسمبر 2017، هو الانتقال بالنادي الأهلي فعلا إلى مصاف الدول المصاف الأندية العالمية، مش بس في مجال الرياضة وكرة القدم والألعاب الرياضية اللي محقق فيها نجاحات كبيرة، ولكن على مستوى الإنشاءات ومستوى الخدمي سواء اجتماعيا أو ثقافيا أو حتى صحيا، لأنه في النهاية النادي الأهلي هو أسرة، أسرة مكونة من أعضائه من جمهوره من أعضائه الرياضيين ومن العاملين فيه أيا كانت درجاتهم الوظيفية. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية للعالم كله بيمر بيها وأنه كتير من المشاريع تراجعت في كتير من المؤسسات، إلا أنه النادي الأهلي كان على العهد الحقيقة واستطاع بشكل يعني يستحق التحية والتقدير أنه يوفر موارد من طرق مختلفة ليواصل تنفيذ هذه الخطة الطموح في مجال الإنشاءات في الفروع المختلفة. أزيدك من الشعر بيتا، وده موضوع مهم كمان، موضوع الفرع الرابع وهو التجمع الخامس. الحقيقة أنه التجمع الخامس لما أعلن عن فتح باب الاشتراك في سنة 2018 أسند قبل شهور قليلة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي بتتعاون مع النادي الأهلي في العديد من المشروعات. الخبر السعيد اللي زفه المهندس سامح كامل النهاردة وكان الكابتن محمود خطيب حريص على مناقشته في كل تفصيلة هو أنه 80% من البنية التحتية للخمسين فدان
اللي هي مساحة المقر الرابع في التجمع الخامس انتهت تقريبا، وبالتالي المرحلة الأولى من المفترض إن شاء الله أنها تسلم في يونيو المقبل، يعني بعد 8 شهور أو 9 شهور من الآن. والمرحلة الأولى بالأساس بتمثل 70% من إنشاءات فرع التجمع الخامس، يبقى إن شاء الله في غضون 8-9 شهور النادي الأهلي هيكون عنده فرع رابع بيشار ليه بالبنان في القاهرة الجديدة في منطقة النوادي في التجمع الخامس، ويستطيع الأعضاء اللي اشتركوا في هذا الفرع ان هم يمارسوا رياضتهم ويزوروا الفرع ويستمتعوا به. ولكن حتى يتم ذلك الأمر مجلس الإدارة كان حريص الحقيقة على انه يصدر بطاقات عضوية مؤقتة للأعضاء المشتركين في التجمع الخامس فرع القاهرة الجديدة، وكمان يستخرج ليهم تذاكر مخفضة. مش بس كده، لا، استمرار العمل بقرار مجلس الإدارة السابق زي ما اتعمل قبل كده مع الشيخ زايد، انه أبناء هؤلاء الأعضاء يقدروا يشتركوا في الأكاديميات المختلفة في فروع النادي الأخرى، يعني سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زايد بنفس رسوم الأعضاء العاملين، ويمارسوا الرياضة ويدخلوا هذه الأكاديميات، وكمان يدخلوا النادي دون تذاكر فقط بإيصال الاشتراك ليستمتع ويمارس الرياضة كعضو جديد من عائلة النادي الأهلي، وحتى يتم الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخامس. الحقيقة إنه هذه الخطة الطموح زي ما ذكرت لحضراتكم ولجمهور النادي الأهلي العريض اللي بيشاهد قناة النادي الأهلي هي قضية يعني عايز أقول إن هو ركن ركين وعمل دؤوب على مدار الساعة لمجلس الإدارة، هدفه تقديم خدمة متميزة لأعضاء النادي رياضيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا وتعليميا. والمجلس الحقيقة لا يألو جهد في هذا الإطار، ألزم نفسه ببرنامج انتخابي طموح. عايز أقول لحضرتك إنه معدل تنفيذ هذا البرنامج فاق بمراحل الخطة الزمنية، وبالعكس كان هناك مشروعات أخرى لم تكن مدرجة في جدول الأعمال أو في الخطة اللي بيعتزم النادي الأهلي تطبيقها ومجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي الحقيقة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ولأسرة النادي الأهلي أن تفخر بهكذا مجلس يعمل لخدمة أعضائه، مش بس في اهتمام باللعبات الرياضية المختلفة وكرة القدم في الأساس، مع أن كرة القدم احنا معنا 2 لاعيبة كرة قدم في الاستوديو دلوقتي هي أساس كل نجاح، وزي ما بنقول هي مصدر السعادة لجمهور وأعضاء النادي الأهلي. أنا فاتني كمان على ذكر الألعاب الجماعية أني أقول لحضرتك أنه بيتم تشطيب الدور الثاني من استاد مختار التتش المدرجات علشان يكون فيها جيمنازيوم وقاعة محاضرات وتدريب وغرف خلع ملابس لأعضاء الفرق الرياضية الجماعية زي السلة والطايرة واليد وغيرها، أسوة بالفريق الأول لكرة القدم اللي يعني قبل عدة شهور تم افتتاح كل هذه القاعات الخاصة به في الدور الأول من المدرجات. وبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي يسابق الزمن من أجل العمل على راحة أعضائه وتقديم خدمة متميزة فعلا تضعه في مصاف الأندية العالمية، زي ما هو متفوق رياضيا يكون أيضا متفوق في كل المجالات. بنتمنى كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم في مباراة القادمة أمام الوداد، مباراة الإياب، ومن ثم إن شاء الله بإذن الله التوفيق في المباراة النهائية.